حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي كل الأطراف ذات الصلة بقضية بحر الصين الجنوبي على العودة إلى نهج المسار المزدوج. جاءت تصريحات وانغ هذه أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول الآسيان المنعقد في لاوس عقب محادثات أجراها مع الوزير الثاني للشؤون الخارجية وتجارة الدول لدولة بروناي بهين داتو جوك سونغ. 刚才我跟文莱的外长谈得很好。أجرة الصين حوارا جيدا مع بروناي، واتفق الطرفان على ضرورة العودة إلى نهج المسار المزدوج على الرغم من أننا واجهنا بعض الاضطرابات والتأثيرات. يجب التعامل مع النزاعات عبر الحوار والتشاور بين الدول المعنية بالأمر مباشرة، كما يتوجب الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي من قبل الصين والدول الساحلية الأخرى. إن نهج المسار المزدوج يتفق مع ما جاء بوثيقة إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي وروح القانون الدولي، كما يتفق مع مصالح الشعوب في المنطقة.